ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لقي سائق سيارة من نوع رانج روفر مصرعه زوال يوم السبت 24 دجنبر الجاري في حادثة سير مميتة بجامعة سيدي بيبي بإقليم شتوكا إتباها، وبالضبط على مستوى دوار إحشاش. ووفق مصادر من عين المكان، فقد لقي سائق الرانج روفر الذي ينحدر من مدينة تيزنيت مصرعه بعد اصطدام قوي مع شاحنة كبيرة تجاوزت الحاجز الفاصل بين مقطع الطريق الوطني رقم 1 واصطدمت به. وحسب شهود عيان، فإن الشاحنة التي كانت قادمة في الاتجاه المعاكس اصطدمت بسيارة من نوع داسيا وانطلقت نحو الاتجاه المعاكس لتصطدم بسيارة الرانج روفر، ما تسبب في مقتل سائقها على الفور. هذا وفور إخطارها هرعت مصالح الدرك الملكي بسيدي بيبي إلى عين المكان من أجل القيام بالإجراءات القانونية وتيسير حركة المرور، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع وانتداب سيارة لنقل الموتى من أجل نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير. مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، عدنا إليكم في بث مباشر جديد من إقليم شتوكا إتباها، كما تتابعون معنا من خلال يعني هذا البث المباشر حادثة سير مفجعة أودت بحياة شخص سائق سيارة من نوع رانج روفر كما كتشوفوا معنا. إنا لله وإنا إليه راجعون.